واحدة من أهم الحاجات اللي هتفرق معاك في الانتيريور ديزاين هو ان انت تفهم يعني ايه ارجونومكس. ارجونومكس بدأت من اول ما بدأ البني آدم في عصر الكهف ان هو يدور على حتة طوبة علشان يقدر ان هو تكون ارتفاعها في رينج 45 سنتي علشان يقدر ان هو يقعد مرتاح ورجله تبقى مرتاحة. فكرة كلها ان هو بيفكر ازاي، بيفكر ايه اللي بيفت وبيريح جسمه هو. الانتيريور ديزاين كله اتبنى على علم جسم الانسان وحركاته وراحة جسم الانسان هتبقى عاملة ازاي. هتلاقي ان ارتفاع مثلا ايد التلاجة ده ارجونومكس، ارتفاع الفتحة بتاعت الباب ارجونومكس، ارتفاع الكرسي اللي انت قاعد عليه ارجونومكس، ارتفاع الترابيزة اللي احنا بنشتغل عليها ارجونومكس. ازاي انت تحط الحاجات بحيث انها تبقى مظبوطة مع البني ادم اثناء ما انت بتعمل الديزاين ده كله. كورس كامل للارجونومكس موجود فور فري دلوقتي في ديزاين فليكس كوميونيتي. لو انت لسه ما اشتركتش في ديزاين فليكس كوميونيتي دوس على اللينك اللي تحت الفيديو ده عشان تشترك في ديزاين فليكس.